لما بنحكي عن بارفان معين بنحكي عن جودة ونوعية وصنف وأسعار، ولما بيكون عندنا كادو مميزة بدنا نقدمها للآخر أول فكرة بتجي على راسنا البارفان. شو لكن إذا كان بارفان متقن مدروس مزبوط بأسعار متهودة خاصة مع فورة هالأسعار هلأ، وشو لكن إذا البرزنتاسيون تبعه كتير حلوة والأمبلاج تبعه رائع. عدة فروع بلبنان سملت لها كل المناطق اللبنانية، وكمان عم ببلش يشق طريقه إلى الخارج. بارفان مو بارفان رح نحكي عنه اليوم مع نصيف الخوري غانم صاحب شركة ساغا كوسمتيك اللي خبرنا أكثر عن مو بارفان. صباح الخير. صباح النور. كيفك استاذ نصيف؟ اهلا وسهلا فيك. الله ماشي. يعني مثل ما قلنا دائما بس نحكي عن بارفان معين نحكي عن جودة، هل نوعيته جيدة ولا، بنحكي عن سعر، بنحكي إذا بيضاين، بنحكي إذا بيعمل أليرجي، فحطنا بصورة مو بارفان يلي فعلا عم بيخطي خطوات جبارة نحو الأمان، فصار اسم الله موجود بكافة المناطق اللبنانية تمهيدا للخارج. الحمد لله. مو بارفان هي إن شاء الله تكون قصة نجاح لحد هلا، الكتير الديمارش اللي ماشيين مينو عليه هو قصة مش نجاح بس قصة ثقة بيننا وبين الزبون. بلشنا بفكرة مون بارفان، نحن أهم شيء كان أنه يكون هل اللي يتلاقى للمستهلك اللبناني بارفان يكون بديل للبارفان اللي بالعادي يشتري. هون كان أكبر دبا لنا وأكبر تحدي لنا أنه نقنع الزبون اللبناني بالنوعية بالسعر الحلو بالكاليتي الكويس جيدة. هلا اهم شيء للبناني، اللبناني انت بتعرفي مثلي مثلك مثل اي حدا عنده ذوق كتير دقيق ان كان بالاكل او بالبارفان، هول الاشياء الاثنين وباللبس وبكل شيء. اللبناني هو مزوق بطبيعه الحال، ما فيكي تضحكي عليه، ما فيكي تعطيه برودوي ما يكون هو مقتنع فيه، مش قد المقام مثل مش قد المقام هو يقتنع فيه وامه. يعني هلا بالنهايه بيقدر يتنازل عن كثير اشياء بس ما بيقدر يتنازل عن ذوق الانسان. فهون نحن اشتغلنا اهم شيء على الذوق، ذوق البارفان والذوق اللبناني. الذوق اللبناني هو النوعيه ثم النوعيه ثم النوعيه. الريحه بالبارفان كانت الريحه الحلوه انه تكون موازيه سيميلر للبارفان اللي له بالعادي يشتريه من برا، وتكون ابوردابل للشيء اللي بده يقدر يدفعه. هون كان التحدي تبعنا، وهي الشيء اللي نحن بعد 7-8 اشهر من الشغل الوتيد مع مختبرات فرنسويه ومع شركه شيو فرنسا قدرنا انه نوصل انه نقدر نوصل ل نعطي هالذوق اللبناني، واللبناني ان كان المتوسط او المقتدر او اي شيء بارفان يعود له عن البارفان اللي صار مش يوجع صار بيخطو على راسه للواحد بيكسر. يعني بالنسبه لسعره بكل شيء. مسيو نصيف، يعني في سؤال بيطرح نفسه بالرغم من فوره الاسعار، ونحن بنعرف انه كل شيء صار غالي لبل صار عدم متناول للجميع، ما بقى حدا في يجيب بارفاناته يلي كان مثل ما حضرتك عم بتقول يقتنيها، مزبوط بعد المو بارفان ب 190 الف ليره لبنانيه وانتم مصرين بالليره اللبنانيه بالرغم من انه عم نحكي عن جوده وعن نوعية وعن رائحة بتضاين وما بتعمل أليرجي؟ هيدا كان كمان من التحدي اللي نحن كنا ماشيينه، كنا مصرين بدنا هالبرودوي مون بارفان هالقنينة توصل لكل بيت لبناني، كل بيت لبناني يروح يرشها ينبسط فيها وتصير عنده بالبيت ان كان بأوضة النوم عنده أو بالحمام أو بسيارة المدام أو بجزدان المرأة. نحن أكيد مصرين على هالشيء، وهالشيء بده تضحية، نحن ما بدك تضحي. هلا بالنهايه كل انسان بده يعمل بروجي جديد يا اما بده في عنده اثنين اوبشن او دروب وهروب او انه لا انا بدي امشي على الطريق الصعب. نحن هلا للاسف ومش للاسف يمكن لشانسنا انه عم نمشي على الطريق الصعب، لانه الطريق الصعب هو بالنهايه اللي بيوصل، هو الطريق الوحيد اللي بيضل مضاين الانسان فيه واللي بيوصله على الطريق الصحيح. اما اذا كب سعر او كب برودوي وطفو وهروب هذا مش هدفنا ابدا. نحن هدفنا وي هاف تو بيلد ا براند، عم نشتغل لحتى نعمل مون بارفان تصير كل انسان لاقت كيس بارفان اخذوا هديه بده يقدمه على ترويقه على غدا على عصرونيه على بيرثدي عيد الامهات عيد العشاء على صاحبته لمرته للمراه لجوزها او لصاحبها او لرفيقتها. كل انسان بده يحمل كيس مون بارفان بده يكون مبسوط فيه وبده ينسى انه انا عم بدفع 190 الف ليره انه هي رخيصه، لا بده يكون حامل كيس البارفان ومقتنع انه انا عم جيب هديه
بتليق بالشخص التاني اللي عم بقدم له اياه، وبقد ميزانيتي وقد الشيء لازم المنطق الواحد يدفعه كمان. ما معقول الواحد بده يفوت على هديه، بده يفوت على انيفرسير، بده يفوت على عشاء، بده يفوت على كذا، يكون فايت حامل قلب جاتو حقه 300 و400 الف و500 الف. نحن مصرين، ايه مصرين انه لحد هلا ان شاء الله نضل قادرين، مصرين انه تكون القنينه ب 190 الف ليره، وتكون النوعيه هي ذاتها. بل بالعكس، نحن كثير مهم بالنسبه لنا انه نحسن النوعيه، نحسن الساتسفاكسيون تبع الزبون، وهذا كل شيء بيجي. نحن الزبون اللي عم يشتري عم نجرب نعرف الفيدباك تبعه، شو كانه كان ممنون ولا مش ممنون. كل شيء بناخذه نحن دون فاسون بوزيتيف، بنتلقى مثل السفنجي، بنتلقى كل الرمارك او كل اي شيء نتلقاهم لحتى تو ريبيلد a good brand and a good reputation. هذا اهم شيء نحن عنا اياه. نعم مسيو نصيف قالت شغله كثير مهمه، قالت انه الزبون بده يحس بساتسفاكسيون بيرسونيل او اكتفاء ذاتي. نعم كثير منيح. اذا بدي اسالك شو يلي بيميز مون بارفان عن غيره، شو بتقلي؟ يعني مثل ما نحن عرفنا انه كمان في خبراء فرنسيه حاطين ايدهم بالدق، بارفان مدروسه 100%، رائحه مش بتحطها وبعد ثواني ما في شيء بتطير، لا بتضل بتتابعك بنفحاتها العطيره الحلوه كل النهار، ما بتعمل الرجي. معناتها في ناس عم بتتابع، في ناس عم تدرس، في ناس هالقد مركزه انه تعطي منتوج للمستهلك 100% ما عليه اي غبار. فاذا بدي اسالك شو يلي بيميز مو بارفان عن غيره كمان من البارفانات يلي تعتبر متداوله بالاسواق؟ مون بارفان قبل كل شيء هي اودو دو بارفان، مش اودو تواليت. مش اودو تواليت. الاودو بارفان نحن يعني بده يكون كونسنتراسيون تبعها، يكون كونسنتراسيون الفراغرانس كثير قويه. بالاضافه البارفان هو عالم بحد ذاته، لازم يكون عنده بروسيدور، ان كان بالتصنيع ان كان بروسيدور بكل شيء، يكون ماشي 100%. نعم. من هون نحن عم ننطلق من الجودة، من الخبرة، نحن عم نستعين، يعني بيقولوا تعلم من الشاطر، نحن عم نتعلم من الشاطرين. الشاطرين مين بهالدومين؟ هن الفرنسوية، هن الخبرة الفرنسوية. في ناس جبناهم على لبنان بس لحتى يشموا الروايح، بياخذوا مبالغ مش طبيعية، هودي شغلتهم. يعني واحد بالنهاية بدك تكون شاطر، تعلم من الشاطر. فالشاطرين نحن اللي عم نستعين فيهم، هن اللي بيشتغلوا بهالدومين واللي خلقانين من وقت اللي كانوا صغار، اللي هن الفرنسوية بالمختبرات تبعهم، خبرة تبعهم، هن اللي عم بيساعدونا. اكيد نحن كثير اصرينا انه يكون الديمارش والبدايه تبع المشروع هو بدايه مضبوطه، لان الانسان وقت يبلش مضبوط بيكبر. اذا النبته ما سقيتيها مضبوط وحطيتيها بالمحل المضبوط ما بتطلع وما بتعطي ثمر. مسيو نصيف، بس الملاحظه عندكم اسم الله انه مش بس فرع وفرعين. نعم. يعني بكافه المناطق اللبنانيه، وانا عم بنسال شخصيا بليز قولي لنا وين في لنروح نجيب. نعم. فعلا يعني انا يمكن سميت لهم محلين نسيت البقيه هلا بنقولهم مع حضرتك. نعم. بس الملاحظ انه انتم عم بتشقوا طريقكم نحو الخارج. نعم. هذه الشغله شو بتعني؟ يعني لما البارفان بيطلي البلد وبعدين بتلاقي لا والله في فروع عديده كمان رح تفتح بكافه اقطار العالم، هالشيء هيدا شو بيدل؟ هالشيء بيدل على انه انا لبناني، انا مثل اي لبناني، كلنا بنطمح. وهذا الشيء اللي هي الشيء اللي بيميز اللبناني، يعني اللي بيميزه من وقت اللي خلق، من وقت اللي تكون اللبناني، والنفسيه اللبنانيه والبروسيدور اللبنانيه والعقليه اللبنانيه والطموح اللبناني والمثابره اللبنانيه. نحن عم يحرقوا ديننا هلا ان كان بالليره ان كان بالدولار ان كان، يعني نحن اذا بدك توصل لوقت اي شيء بيمرق لاي بلد بالعالم، هالانسان بيكون محبط بيكون مخبط. نحن لا، بتلاقينا من تحت التراب عم نطلع. وهذا شيء، هيدي هي المون بارفان. يعني نحن من مشي، مش من مشي، يعني من 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 بلد مكسر، من بلد مضغوط. كل الناس يقسيني فيه، كل الناس عم نعمل الشيء اللي لازم يكون اكسترا اوردينير للعالم، اللي هو نعطيهم هالبرودوي لازم يؤمنوا فيه، لازم يؤمنوا باللبناني، بالصناعه اللبنانيه، بالبروسيدور اللبناني، بالطموح اللبناني، بالمثابره اللبنانيه اللي عندي او عند غيري، انه لا في ناس بعدهم بلبنان بدهم يبقوا. ولحتى يبقوا نحن لازم نتعاون، انا لازم اتعاون اني اقدم للناس برودوي مزبوط، اقدم لهم الخدمه المزبوطه، اقدم لهم الريحه المزبوطه اللي بتضاين، اللي هي سيميلر للروائح الاجنبيه اللي معودين يشتروها، وهن اون كونتر بارتي بدهم يساعدونا لحتى نطلق هالبرودوي. هي مزبوط. نحن لحد هلا صرنا فاتحين فوق الثمان محلات، فينا نقول وين بس ليأخذوا فكره الاصدقاء المشاهدين. أكيد. هيك يقصدوكم كل حدا وين اقرب شيء
تحدوا يلا بيروح. نحن فتحين بالمول دبي، فتحين بالسيتي مول بالدورة، فتحين بالسنترو مول بالجناح، فتحين بزحلة كمان بوتيك مون بارفان، كمان فتحين بصيدا الهلالية، فتحين بالكاسكادا مول، فتحين كمان نحن عم نعمل فرانشيز، يعني كمان انه الناس تجي هي لعنا عندهم الفكرة وعندهم الإرادة انه يستثمروا. فتحنا بالسور هلا عن جديد، وفتحنا بسن الفيل، وبعد عم نفتح وعم نفتح وعم نفتح. يعني نحن لحد هلا صار عندنا 8 اوتلت وعم نكبر عم نكبر وعم نكبر لنوصل لوقت ننتشر بكل لبنان. والشيء اللي عم بيخلينا انه نآمن انه نكبر هو هالفيدباك تبع العالم، وعم ينبسطوا ان كان بالكونسبت، ان كان بالريحه، ان كان بالنوعيه، ان كان بالشوال عنا اياها. نحن عنا فوق ال 100 ريحه، عنا فوق ال 100 ريحه سيميلر للروائح اللي بحبوها العالم. يعني وي انسبايرد من الروائح للنساء والرجال ولا فقط للنساء؟ لا اكيد للنساء وللرجال ولليونيسكس حتى. في عنا روائح عود بتاخذ العقل، كل الروائح نحن الناس اللي بتحبها والمعودة عليها حاولنا انه نجيب السبيريت تبعها ونشتغلها على البرودوي تبعنا. يعني انتم مسيو نصيف قلبتوا الفكره راسا على عقب. يعني احنا كنا معودين انه لما بتروح بتجيب بارفان بسعر مقبول بتقول فايضه نوعيته مش منيحه، يلا بمشي حالي فيه كم يوم، لكنت سافرت جبت لي شي بارفان ولا كل تجيني كادو مرتبه. انتم قلبتوا المعادلات راسا على عقب، انتم عم بتقدموا لنا بارفان بجنن، رائحة رائعة، مدروس، بضاين، جودة ونوعية، وأهم أهم شيء ما بيعمل ألرجي، لأن كتير تنسأل طيب عمل لك ألرجي، طيب حسيتي بشي، بسعر بمتناول الجميع. يعني أول شيء في تحدي، ثاني شيء كسرتوا القاعدة، ثالث شيء قد ايه بتفكروا بالاستمرارية؟ هل قصة الاستمرارية بتشغل بالكم أنه هل يا ترى نحن على المدى الطويل بضل فينا نقدم هالجودة وهالنوعية بسعر مقبول عند الجميع؟ طبعا نحن الاستمراريه هي لو ما عم نطلع على المدى البعيد ما كنا منفوت بهذا البرودوي. لانه هذا البرودوي بده وقت لحتى الناس تتعود عليه، لحتى الناس تشتري. على المدى البعيد بدي مش بدي ضلني على نفس نوعيه، بدي احاول احسن النوعيه، بدي احاول بدنا نحاول نحسن الشواء تبع العالم كمان. وحتى نحن هلا عم نشتغل مع الخبره الفرنساويه انه يعملوا لنا للمون بارفان، للبراند مون بارفان، روايح خصوصي لنا كمان تكون رائعة وتكون مش مثل الروائح الأجنبية، تكون أحلى وأحلى وأحلى. نحن منركز روائحنا رح تكون رائعة وهي رائعة ورح نحسن لأحسن وأحسن. هيدي هي الصناعات البلدية اللي كان بدو إياها لبنان. نحن دايما كنا نقول إنه لبنان بيقدر يصنع، لبنان بيقدر يعطي منتوجات بديلة كصناعات بديلة وكأمور أخرى. حضرتكم فتوا بقوة بهيدا المجال وبتعتبروا عم بتقدموا المنتج البديل لمنتج كان ممكن يشتروه سابقا بس يمكن ما كان عنده الصفات والنقاط الأساسية اللي بترضي الشارع. هلا الصناعة اللبنانية، وهلا نحن كساغا كوزمتكس ونحن كبون بارفان، انا بهمني ركز على المون بارفان. المون بارفان بالذات هي الشواء، مش الثاني او الثالث للي بده يحط بارفان. المون بارفان بده يكون باذن الله الشواء نمبر 1 لاي واحد بده يرش بارفان. نحن مصرين انه بدنا نعطي النوعية الممتازة، بدنا نعطي الضاين على الريحة على الجسم قد ما فينا، والسعر يبقى قد ما فيه أبوردابل لكل العالم. لحد هلأ أنينتنا 190 ألف ليرة كل الأنينة نفس السعر، إن كان رجال إن كان نسواني 100 ملي نحن الأنينة، وأودو بارفان مش أودو تواليت، والنوعية والخبرة والفراغرانس وكل شيء من فرنسا والتعبية بلبنان. وين عم تفكروا تفتحوا بالخارج قبل ما يدهم الوقت؟ بالخارج أكيد نحن بكل بلدان العربية وببلدان أفريقيا. وين في لبناني بدنا نوصل له؟ وين في أجنبي بدنا نعلمه أنه البرودوي اللبناني في يشتري أحلى من البرودوي الأجنبي؟ استاذ نصيف الخوري غانم، يعني بنحكي وبنحكي وما بنخلص عن مو بارفان. انا بدي اقول لكل اصدقائنا المشاهدين صدقوني بارفان بتجنن. انا جربته شخصيا، في ريحه وفي نوعيه وفي عم تشتروا منتوج لبناني مدروس فرنسيا ولبنانيا مع اسعار بمتناول الجميع، خاصه مع هالازمه الاقتصاديه المرقه على الجميع. هذا الامر بيفتح لكم المجال تهدوا وتنهدوا وتتزينوا بالريحه الحلوه وتزينوا الاخرين كمان بريحه
حلوة وفريش، وأهم شيء في تنوع وموجودة بكل المناطق اللبنانية. بسيو نصيف شكرا لك، موفقين، منشد على إيدكم وإن شاء الله تضلوا بهالهمة، لأن نحن كمان منشوف حالنا بصناعيين مثلكم برغم من كل الظروف بدون يبقوا بلبنان وبدون ينتجوا وبدون يعطوا المواطن اللبناني أفضل المنتوجات. Thank you. أهلا وسهلا فيك. حطوا رقم تليفوني، شو بدي من رقم تليفوني؟ أهلا وسهلا فيك، حطوا كل شيء، ما خلينا شيء إلا ما حطيناه. أصدقائنا المشاهدين، نحن منروح بريك ونعود.